خوتي خواتاتي السلام عليكم، كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في ابارتمون جديده في نهار جديد. دونك الشركه ديالنا افيتو طونجي، كيف ما كنقول لكم دائما، شنو جابت لكم اليوم؟ جابت لكم ابارتمون عاوتاني اللي شي حاجه هي دو لوكس، شي حاجه اللي مصلوحه بالمزيان، شي حاجه اللي عاوتاني ادق شي فيها حتى شي مصمم. علاش كنقول لك عاوتاني؟ حيت مؤخرا رجعنا كنجيبوا بزاف ديال لي زابارتمون اللي ما فيهمش الاصلاحات، واجدين شي حاجه اللي دو لوكس وشي حاجه اللي فيها اثمنه ريزونابل، اثمنه اللي هي اي واحد يقدر ياخذها، خاصه لي زابارتمون اللي مثلا كيكونوا فيهم 3 شومبر وكيكون عليهم طلب بزاف. اذا لابارتمون ديال اليوم فين كتواجد؟ كتواجد مسنانه. شنو اللي قريب لكم؟ قريب لكم شارع المملكه العربيه السعوديه، لابارتمون قريبه من نفق او المدار ديال مسنانه، قريب لكم ايضا سوبر مارشي مرجان، قريب لكم ايضا برانس الثانيه، قريب لكم جميع المرافق العموميه حتى المرافق السياحيه، قريب لكم ايضا جوامع، حمامات، المغازا، بقاقل، خضاره، اسواق القرى، يعني من هذه الناحيه ما عندكم علاش تهزلها نهائيا، حتى من لي ترونسبور كيوصلوا حتى للباب. مع الدخله ديال لابارتمون كتبان لكم ان لابارتمون راها شي حاجه دوليك، شي حاجه اللي باقا بلاستيكه ديالها، شي حاجه اللي مزوقه مانقه، شي حاجه اللي هي مزاونه. هذه هي الدخله ديال لابارتمون. هنا كندخلوا كنجبروا واحد الكولوار طويل، ابخي كنجبروا الصالون اللي كيكون اون فاس الباب، وهنا كاين الكولوار اللي جمع كاع لي بياس ديال لابارتمون. شنو هما هاد لي بياس ديال لابارتمون؟ هما 3 شومبر، كوزينه، حمام، وعاد الباتيو اللي كاين مع الكوزينه، يعني المساحه ديال الشقه هذه فريمون مساحه كبيره، من المساحه ماشي سهله. اذا المساحه ديال هاد الشقه هذه 94 متر، جات في الطابق الارضي، واخا جات في الطابق الارضي جات عاليه، يعني ماشي الارضي من داك الارض ديال الشارع. عندها جوج ديال الواجهات، واجهه كطل على الشارع وواجهه كطل على الباتيو. الصالون ديالنا كيف ما شفتوا مصلوح بالمزيان، يعني خاسر عليه، حتى من الارضيه ديالو كاين عمل جوج انواع ديال الزليج ديال الارض ديال لابارتمون، عمل هاد الزليج اللي عمل بحال الباركي، وعمل الزليج اللي عمل بحال الرخام. بالنسبه لابانتور اختار انه يعمل لي بانتور اللي هما سامبل، وحتى من الاختيار ديال الالوان كان موفق، وعطى جماليه لابارتمون كامله، وعطى الاناقه لابارتمون ديالنا، وخاصه انه بين المساحه ديال الشقه بالمزيان. يعني بالنسبه للسقف اختار انه يعمل الفو بلافون، شي يعمل فيهم الفو بلافون شي ما عملش، هنا يختار انه بعدا في هذا الصالون هذا يعمل الفو بلافون. ومن الداخل ديالو فاش غادي تقرب معايا الكاميرا تشدو، بما ان كاين واحد الزواق مزيان في وسط الفو بلافون اللي هو الزواق قلت لي زخرفه بريليه تما، يعني بقات غير الطريه ديال الوسط. وفي الجناب اختار انه يعمل ليد في الاورانج ودورو بلي سبوت. وبالنسبه للصالون ديالنا راك شفتوا المساحه ديال فريمون مساحه ماشي سهله، اللي تقدر تشكلها كيف ما بغيتي، تقدر تزوقها كيف ما بغيتي انتينا. في الجهه المقابله اختار انه يعمل هاد الزواق هذا، هذا راه ماشي قبس، هذا راه الخشب، خشب حقيقي يعني مركب على اليد. عجبني الديزاين، عجبني التيم اللي عمل هنايا، يعني هرس داك لا سامبليسيتي اللي كاينه في لابارتمون، وهنايا عطى جماليه رائعه رائعه، خاصه هاد الكوان هذا اللي غيجي فيه التلفازه هنايا، دونك غادي يجي رائع رائع ممتاز. من بعد ما سالينا هنايا غادي ندخلوا لا شومبر الاولى اللي كاينه في هاد الشقه هادي، اللي المساحه ديالها هي هادي، مساحه كافي للاستغلال، تقدر تستغل البيت الكلاس الا ما كنتيش محتاج لي شومبر كلشي بزاف، خاصه هنا هاد لابارتمون زعما فيها 3 شومبر، يعني ماشي ضروري انهم يكونوا كاملين بهم بيوت هاد الناس. اذا ما كانوش عندك العواول لا يبغيو بيوت الناس، يعني هنا تقدر تستغل الكبيت ديال الكلاس اللي باش تخلي زعما الصالون في الثقه، ولايا تعمل بيت الكلاس فين الواحد يبقى يجلس دائما يتفرج دائما. سينون لا كنتي في الاحتياج ديال بيت الناس، هذا يعني حتى هو كافي انك تستغلو كبيت الناس، خاصه في هذا المقطع هذا الاسباس. فاتي واخا دور معايا الكاميرا واحد شتيتو باش نوريهم غير هذا الاسباس هادي اللي تقدر تعمل فيها المريو لا بغيتي، اللي كنتي تعملو كبيت الناس مثلا، اللي كنتي تعملو كبيت الكلاس هاد لابارتي هادي اللي نورمالمون هي هنا خاويه، تقدر تجيب ترينا اللي تعمل فيها الديكورات
او لا مكتوبه على حسب نتينا شنو بغيتي. هنايا من بعد مثلا غنمشيو للكولوار الثاني اللي فيه دو شومبر، فيه تواليت وفيه كوزينه. وهذا الكولوار كامل كيف ما كتشوفوا راك ماشي، وهو مزوق بهذا الديزاين اللي كاين الفوق، يعني حتى هنايا اختار انه يعمل نفس تيم ديال الصالون، فو بلافون لي سبوت ليد في الاورانج، ولكن كولوار مصبوغ في الكري اللي كيعطي جماليه، وفي داك البغيون هذاك عطى زعما جماليه للكولوار ديالنا. انا عجبتني غير الاختيار ديال الالوان، فريمون كان في المستوى، يعني واخا هي راه فيها الالوان، راه فيها الكري، فيها الباج، فيها الغوز مفتوح، يعني ولكن جات كل حاجه في متعه، ومن اللون اللي كيديك اللون اخر، يعني كان مزيون، ما كتبانش بلي انك انت خارج من، فهمتوني، كاين داك التهرس في الالوان. هنا يدخل لا شومبر الثانيه اللي كاينه في هاد الشقه هذه، اللي فيها الماريو في وسط الحيط، الماريو اللي كاين في وسط الحيط ديال ثلاثه ديال البيبان، يعني هذه غالبا غادي تكون بيت النعاس، ما كنظنش انكم تقدروا تستغلوها كبيت الكلاس، بما ان كاين هنايا الماريو. المساحه ديالها هي هذه مساحه اللي اقدر تنزل فيها اي بيت نعاس، خاصه انا كنت غتستغلوها مثلا بيت نعاس بارونتال ديال الوالدين، بغيتو تستغلوها كبيت نعاس ديال العوام، ما كاينش شرط، ما كاينش زعما شي حاجه اللي كتقيدكم. كل كليان حر في الاختيارات ديالو، حر في انه يختار المكان اللي يعمل فيه الحاجه اللي تناسبه. حتى هنايا بالنسبه للسقف اختار انه يعمل هذا الديزاين، هذا نفس التام، ولكن الزوق اللي كيختلف، الفو بلافون ليت في الاورانج سبوت، ولكن يعني كاين موطع اللي عمل فيه النقش المغربي، كاين موطع اللي اختار انه يعمل فيه غير المربع ديال القبس، كاين موطع اللي اختار فيه انه يعمل ديزاين عصري. هنايا بعدا بالضبط اختار انه يعمل ديزاين عصري في السقف، يعني كاين هاد سيباراسيون، عارفين فكره مزونه هاد السيباراسيون اللي كاينه هنا، عجبتني يعني فكره ممتازه، خاصه انك تقدر تعمل هنايا تريات هوادين، شي حاجه اللي غادي تجي واو. هنا هاد لاسباس هادي او السيجور، انا نقدر نعتبرو سيجور، تقدر تعمل فيه طابلة مونجي كيما قلت، تقدر تعمل فيه حتى كنابيه على حسب الذوق ديالك، ولكن هنا هاد لاسباس هادي راه ضروري ما غادي تستغلو، بحكم ان لاسباس راه ماشي سهله، راه كبيره، كتدخلك مباشره للكوزينه، الكوزينه ديالنا عندها زوق عاوتاني خاص، كاين هادوك اللعيبات مقوسين، يعني جاو مزيونين مزيونين بزاف، جات بحال ديال لي ريستورون، يعني الدخله ديال لي ريستورون. وهنايا كاين الطاقه اللي كتطلع على الجهه اخرى ديال لابارتمون، او لا على السيجون اللي كاين هنا. هادشي علاش قلت لكم هذا خصو يكون فيه الطابلة مونجي او لا موطع اللي اتاكلوا فيه دائما. كندخلوا مباشره للكوزينه اللي عندها تيم خاص، تيم رائع، حتى اختيار ديال النوع ديال الزليج، هنا فضل انه ما يعملش صباغه، عمل الزليج، وحتى الزليج اللي اختار انه يعمل في القهوي والباج وسطو بسيدنيفا، يعني شي حاجه ديال الكوزينات. والغريب في الامر انه اختار انه يعمل هذا الديزاين هذا ديال لابابو اللي كيجي في وسط الكوزينه، اختيار موفق، كل شيء كان في موطعو، كل شيء كان رائع. هنا كيبقى لك لونيه، وكيبقى الماتيريال ديال الكوزينه تقدر تنزلو في اي موطع بغيتي. هنا كاين ايضا بارتمون باقه كبيره، لكن حمل ما كنسر بكم باش ما نطولكمش الفيديو. هنا كاين البالكون او نقدر نقول لكم لاكور باتيو، اللي حتى هو المساحه ديالو ماشي سهله، يعني المساحه اللي تقدر تستغل انتينا هنايا، مثلا المقطع ديال النشير او المقطع في غادي يكون تصبين بيت ديال التصبين على حسب الذوق ديالك. ودابا من بعد مثلا تقريبا 80% من لابارتمون غنمشيو لا شومبر الثالثه، اولا قبل ما نمشيو لا شومبر الثالثه غندخلوا بعدا للتواليت برينسيبال. التواليت هي عاليه، فاتي غادي تسوى لكم التواليت ولا شومبر، وانا غنحاول ما امكن نذكركم بالموقع اللي كتواجد فيه هاد الشقه هادي، اللي نورمالمون فين كتواجد في مسنانه، قريبه بزاف من المدار ديال مسنانه، اولا النفق تونيل اللي كاين الجهه ديال مسنانه، اللي كيديك المرجان سوبر مارشي، المرجان اللي كاين في طريق الرباط او شارع جيش الملكي. شنو قريب لكم ايضا؟ قريب لكم العزيزه حاج قدور، قريب لكم برانس تانيه، قريب لكم بزاف ديال المرافق اللي كاينين هنايا، خاصه العموميه والسياحيه، حتى من المحلات اللي غادي تحتاجوا في حياتكم اليوميه، دايرين بهذه العماره هذه اللي كنعتبرها انا جات في ريزيدونس، اللي هو فيرمي عند الباب ديالو، فيه السنديك، فيه العساس، فيه الكاميرا سيرفيونس، وحتى سكان ما كاينش بزاف، بحال قلتي دار مستقله، هي عماره ولكن بحال قلتي دار مستقله، بحكم انها ما كاينش سكان بزاف اللي كاينين في هذه العماره هذه.
مساحة ديالها 94 متر، فيها 3 بيوتا، فيها صالون، فيها سيجور، فيها تواليت رئيسية، فيها كوزينة، وفيها أيضا الباتيو اللي كي عنده لاكسي من جهة ديال الكوزينة. لابارتمون ديالنا شي حاجة اللي هي كاملة مكمولة، اللي ما أدق فيها حتى مصبوغة، مصبوغة مزوقة، ديزاين جديد 2022-2023. ما كنظنش شي كليان غادي يحتاج في الشقة ديالو شي حاجة اكثر من هذه اللي كاينه هنايا. فريمون لابارتمون واجده، ما فيها ما يتعيب حتى شي حاجه، حتى شقه ما كايناش هنايا، خاصه ما غادي تجيو تشوفوها مباشره، يعني غادي تكتشفوا لابارتمون باللي هي من احسن الشقق اللي كنقدم لكم. وبالنسبه للناس اللي كيسقسوا على المدارس، المدارس كاين هنا سواء بريفي سواء ديال الدوله، ثانويات الاعداديات، يعني كلشي كاين هنا حتى من الابتدائيات. بالنسبه لي زوبيتو هما كاين هنايا بالمعنى المفيد، كل شيء داير بك. ودابا باش ما نطولش عليكم اكثر، الثمن ديال هذه الشقه هذه هو 75 مليون سنتيم، الثمن بالدرهم هو 750 الف درهم. اللي عجبته بغى يشوفها ما عليه غير عيطنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوه باش يشوفها. بغيتو تسقسوا على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوه في القناه افيتو طنجي، عطيونا غير الريفيرونس اللي كاين الفوق، وحنا كنعرفوكم على اين شقه كتهضروا عليها، وهيدا كنعطيكم المعلومات كاملة. الانستغرام كاين هنا.